محمد وصلك الهاتف صح؟ هي بين عندنا انه بين يعمل محمد يبلش يعمل ريكورد. هيك محمد نزال حاليا حيعمل ريكورد بالنسبه لهي المحاضره. ماشي تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا في البدايه بس هعمل ميوت لكل شيء على اساس انه ما يصير الصوت يقطع وهي الامور. محمد حيعمل ريكورد، بعد ما يعمل ريكورد مع نهايه المحاضره حينزل هاي المحاضره على الجروب وانا حرفع المحاضره على المودل اساس انه يكون هذا الشيء موجود عند الجميع. خلينا نلخص الشغلات اللي احنا عملناهم خلال المحاضره الماضيه. خلال المحاضره الماضيه اعطينا سمري للديزاين للبيمز، حكينا الديزاين للبيمز بشكل اساسي لازم نعمل فلكشر ديزاين، لازم نعمل شير ديزاين، بنفس الوقت لازم نعمل تشيك على اللوكال باكلينج على اساس انه يطلع الفلكشر ديزاين اللي عندي تمام، ولازم نعمل تشيك على الديفليكشن لانه قيم الديفليكشن مش لازم تتجاوز سيرتن فاليو. فالنقاط اللي ركزنا عليها خلال المحاضره الماضيه انه انا في عندي اتجاهين، في عندي تقوس في اتجاه الاحمال اسمه عباره عن ديفليكشن، وعندي تقوس في الاتجاه الخارجي اللي هو عباره عن لاترال تورشنال باك. كان في عندنا ثلاث معادلات اساسيه لقوه المقطع في الفلكشر بالاعتماد على طول الامبريس لينث، والامبريس لينث هو المسافه الموجوده بين نقطتين بريسنج. فبالاعتماد على الامبريس لينث ومقارنته مع البلاستيك لينث والسلندر لينث كان يطلع معانا واحده من هاي الثلاث معادلات اللي كانوا موجودين. بعدها وصلنا لملاحظه انه لو كان المومنت موزع بطريقه مش يونيفورم على الامبريس لينث في هاي الحاله احنا بنقدر نزيد قوه المقطع بفاكتور له عباره عن سي بي اللي هو عباره عن coefficient of non-uniform moment. وسي بي قيمته بتزيد كل ما يكون فرق المومنت بين النقاط اكبر، وقيمته بتقل لما تكون معظم النقاط عليها نفس قيمه المومنت. لكن في جميع الاحوال لما انا اضرب في سي بي ممنوع القيمه تتجاوز قوه الماتيريال اللي عباره عن 0.9 زد اكس في. بالنسبه لللوكال باكلينج حكينا انه هدول عباره عن بيمز، فالبيمز لازم تكون عباره عن كومباكت سيكشن، يعني بمعنى ثاني لازم جميع السيكشنز توصل ييلدنج وذ انف ديفورميشن، فبالتالي لازم جميع البليتس اللي موجودين في اي سيكشن يكون قيمه لامدا لاني بليت لازم تكون ليس ذان اور ايكوال تو لامدا بي على اساس انا اضمن المقطع وصلكم. في الشير ديزاين حكينا ورجيتكم اياها على الورقه، حكينا انه كمان الشير ديزاين بيعتمد على الباكلينج، فاذا احنا قررنا نتجنب الباكلينج في المعادله فلازم تطلع معي قيمه اتش على تي اللي هي عباره عن ارتفاع الويب على سماكه الويب less than or equal to 2.24 square root e over fy. اذا هاي المعادله تحققت معناها ما حيصير عندي شير باكلينج، فبالتالي قوه المقطع في الشير 5vn it's equal to 1 which is reduction factor في 0.65 في اتش في تي 1. في المقابل اذا كانت عندي اتش اوفر تي اكبر من 2.24 جذر ريال اف واي في هاي الحاله حيصير عندنا شير باكلينج، حيصير ريدكشن لقوه المقطع، ففي له معادلات موجوده في الكود. بعد اخذنا اكزامبل واتفقنا خلال الاكزامبل انه احنا دائما بنحسب قوه المقطع لامبرس لينك وبنقارنها مع الالتيميت مومنت اللي موجود عليه. فكلمة critical معناها الماكسيمم امبريس لينث او الاعلى قيمة مومنت. يعاد مرة ثانية، اذا البيم كان له نفس السكشن فكلمة critical معناها الاعلى امبريس لينث او الاعلى مومنت. يعني مثلا هون الاعلى امبريس لينث هي اي بي والاعلى مومنت، المومنت اعلى شيء في السمبل سبورت بيم في الوسط، فبالتالي الاعلى مومنت هي عبارة عن بي سي، فبيتطلب مني انه انا افحص التبدأ. في فاكتور ثالث بياثر عليهم اللي هو عباره عن الفاكتور اللي هو عباره عن سي بي، فبالتالي كل ما كان اقل في قيمه سي بي بكون كريتيكال. هذول الشغلات اللي احنا غطيناهم خلال المحاضره الماضيه، ففي البدايه بدي اشوف شو في عندكم اسئله. مجدي بيحكي دكتور لو تعرض سلايدات. اول حاجه هلا حروح باتجاه سلايدز اكيد. احمد شتاوي بيحكي انه ما في صوت. صوت موجود عند الجميع؟ صوت موجود بس ما في فيديو. بيحكي بس في صوت فيش فيديو. اوكي هيك اعمل هيك. انا عملت شير سكرين.
هلا انا حاليا بعمل شير سكرين اللي انا حكيته كنت احكي عن هدول السلايدز اللي هم اوريدي رفعت لكم اياهم على المودل. خليني قبل ما احكي عنهم بدي اروح معاكم على المودل بشكل سريع. على المودل في بداية المساق عملنا introduction للديزاين للسيل ستراكشرز عرضت as powerpoint فرفعت لكم اياه as introduction. في كمان ارفقت لكم ملف اللي هو عبارة عن resources. ايش الresources؟ فيها الoutline، فيها section properties، اضيف كمان فيها الكود، يعني كل اشي بيلزمكم. بعدها محاضرات الديزاين للtension members كمان رفعت لكم اياهم. محاضرة الديزاين للcompression member كmaterial. هلا ما فيها المعلومات اللي هي العلاقة في خلينا نحكي في الاسامبشنز تبعون التراسز، لا فيها هاي المعلومات الاساسيه للديزاين للكومبريشن ممبرز كمان رفعتها. الديزاين للبيمز رفعت الديزاين للبيمز اللي فيها ديسكشن واكزامبلز فيها تفاصيل كامله. رفعت الديزاين للبيمز اللي بتحكي كمان عن الفريمز وفيها تقريبا نفس التفاصيل الموجوده هون لكن اللي بيزيد هون عباره عن الفريمز. رفعت كمان السمري للديزاين للبيمز اللي عم بعرضها هلا هون اللي هم الخمس صفحات اللي ناقشنا فيهم خلال المحاضرة. فأنا عم بدي أرفع كل الريسورسز أو كل الماتيريالز في نفس الوقت بدي أصير مع كل ماتيريال معينة أضيف إيش المحاضرات المصورة اللي موجودة معها على أساس إن الكل يكون متابع معنا بالتفاصيل. فهلأ خلال المحاضرة دكتور يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. دكتور الصيدات اللي بتشرح عنها في المحاضرات المصورة ممكن ترفع لنا إياها؟ رفعتهم. موجود يعني بين هاي الأشياء. يعني روح على الديزاين للتنشن ممبرز بتلاقيهم، روح على الديزاين للكومبشن ممبرز بتلاقيهم. في شغلة بس لسه ما رفعتها في الكومبشن ممبرز اللي عبارة عن التراسز، هاي بدي ارفق لكم اياها لسه ان شاء الله. طب دكتور كمان شغلة بس معك دكتور، انت هسه بتشرح يعني احنا هسه نحضر محاضرات مصوره ولا نتبع بس على هذا الشرح؟ لانه يعني في المحاضره الماضيه اللي انت شرحتها انت لخصت تقريبا 4 محاضرات مصوره. صحيح، انا اللي عملته خلال المحاضره الماضيه لخصت 4 محاضرات مصوره. اليوم في هاي المحاضره حاعطي تفاصيل اكثر وبعديها حترك لكم الباوربوينت بالاضافه للمحاضرات المصوره عشان اساس انكم تشوفوا التفاصيل كامل. يعني احنا نحضر محاضرات مصوره بالاضافه لهي المحاضرات. انا حصير ارفق لكم المحاضرات المصوره، يعني باختصار التفاصيل بتكون في المحاضرات المصوره، الاساسيات بتكون موجوده في الديسكشن اللي احنا حتناقش فيها ان شاء الله. اعتقد مجدي سمعت صوته بده يسال. بقول الأرقام محاضرات المصورة إذا ترفقوش من الموجودين على بالعزاج نفسه، بس لو تحط لنا مثلاً أرقامهم. هو أنا لا خلص على أساس يعني أوفر عليكم، بدي أرفقهم بصراحة هون على أساس خلص حرفق اللينكس اللي موجودين لكل هاي المحاضرات. كلينك أنا مش كفيديو. أكيد كلينك، بس حرفق الفيديو اللي عم نصوره هلا هون، يعني هلا محمد عم بصور عم بعمل ريكوردينج لهاي المحاضره، حيبعث لكم اياه على الجروب وانا كمان بدي ارفق لكم اياه. اوكي دكتور، ممكن بس اللي شرحته المحاضره الماضيه تعطينا بريف سريع يعني 10 دقائق مع السلايدات. تمام، نمشي فيهم مع بعض. هم هذول السلايدز حاليا موجودين معاكم واي واحد مباشر بيقدر يوقفني في اي ملاحظه بده اياها. المحاضرة الماضية حكينا عن الديزاين للفلكشر والديزاين للشير والديزاين لللوكال باكلينج والديفليكشن. ما أعطينا تفاصيل كثير على الديفليكشن وعلى الشير، هنعطيهم في هاي المحاضرة. حكينا في الفلكشر الديزاين لازم نميز بين الديفليكشن وبين اللاترال تورشن والباكلينج. الديفليكشن هو عملية التقوس اللي حتصير بين السبورت، يعني بين الأعمدة أو بين البيمز في حالة كان البيم جالس على بيمز ثانية. اوكي، في المقابل اللاترال تورشنال باكلينج فهي عباره عن ستابيليتي فيلير ممكن تصير بين نقاط البريسنج. يعني في الديفليكشن انا بتعامل مع السبورت، فالديفليكشن حيصير بين السبورت وحيصير في نفس اتجاه الاحمال، يعني اذا الاحمال للاسفل فالديفليكشن حيصير للاسفل. اللاترال تورشنال باكلينج حيصير بين نقاط البريسنج، فاذا انا ضفت على هذا البيم 3 نقاط البريسنج يعني قطعته لقطعتين، فبالتالي اللاترال تورشنال باكلينج حيصير بين نقاط البريسنج.
وبصير في اتجاه عكس اتجاه الأحمال. يعني الأحمال خلينا نفترض لفوق لتحت، اللاترال تورشنال بوكلينج بصير برا جوا، فعشان هيك هو عبارة بنسميه out of plane. فالديفليكشن بصير في الامبلين، واللاترال تورشنال بوكلينج بصير عندنا في الاوت. هاي الرسمة بتلخص الديزاين بالنسبة للفلكشن. تعكسها ما أتوقع، اللي تحت كاتب جنبه in the plane. لا، هو اللي انا رسمته هاي امبلين، هاي اوت اوف بلين. هذا الاتجاه فوق تحت امبلين، وهذا الاتجاه برا جوا اوت اوف بلين. هلا هون راسم اوت اوف بلين، هلا هون اللي انا راسمه راسم انه هذا النص اللي موجود اللي على الشمال عم طلع اوت، وهذا الجزء ان. تخيلت معي؟ يعني هذا الجزء طلع للخارج وهذا الجزء راح للداخل. اوكي اوكي، وصلت الفكره. يعني انا هون مش ان بلين، انا قصدي ان انه فات لجوا. هي بالاوت اوف بلين. يعني هاي الرسمه هي رسمه اوت اوف بلين. هذا التقوس اللي هون عباره عن تقوس ان بلين. الان بلين اسمه ديفليكشن، هذا اوت اوف بلين. لكن الاوت اوف بلين هاي الموجة بتكون لبرا وهاي الموجة بتكون لجوا. دكتور، بس لما عملت بالورقة عشان تبين ان lateral torsional، مش صار البوكلينج بس بمنطقة الكومبريشن وصار باتجاه واحد، فكيف هون بالرسمة صار in و out؟ صحيح 100%. هلا اللي صار عندي في لما عملنا على الورقة ولما عملنا على الدفتر في المحاضرة، ما كان عندنا نقطة بريسنج في الوسط، كان عندي بس بريسنج على الأطراف، فكلها تقوس في اتجاه واحد. اوكي، ما انتبهتش على النقطة، شكرا. فهلا هون أنا ضفت ثلاث نقاط بريسنج، فنص عندي حيخرج للخارج والنص الثاني بيدخل للداخل. تمام. هلا هون في هاي السلايد أنا لخصت جميع الديزاين بالنسبة للفلكشن. الديزاين بالنسبة للفلكشر بيعتمد بشكل أساسي على المسافة الموجودة بين نقاط البريسنج. إذا كانت هاي المسافة جدا قصيرة، يعني أنا حكون هون في هاي الحالة حوصل قوة المقطع كاملة لعبارة عن ZX في F1. إذا زادت هاي المسافة معناها جزء من المقطع حيصير في ييلدينج، لكن الجزء الثاني ما حيقدر يصير في ييلدينج بسبب ظهور مشكلة اللاترال تورشنال باكلينج، فسميناه إنإلاستيك لاترال تورشنال باكلينج. وإذا كانت مسافة LB أكبر من LR، يعني المسافة LB كبيرة، في هاي الحالة بصير عندي lateral torsional buckling في وقت للساتوس سيكشن إلاستيك. هسا بدي أضيف ملاحظة إضافية. في الديزاين لما إحنا نعمل عملية ديزاين، إحنا بنصمم هون في الوسط. ليش بنصمم هون؟ لأنه ZX في FY معناها قوة المقطع كاملة، SX في FY اللي هي مش البوينت 7SX، لا SX في FY معناها احنا تقريبا بدنا نكون هون. اللي انا بخسره بين ZX في FY لغاية SX في FY هو، اذا بتتذكروا مصطلح سميناه shape factor، لو اذا بتتذكروا كانت قيمته 1.12%، معناها انا بوافق انه انا اصمم واخسر بما قيمة shape factor اللي تقريبا 12% ل15% مقابل ان انا اخفف من كميه البريسنج اللي بتلزمني، لانه عشان اوصل هون معناها انا بحاجه لكميه بريسنج جدا كبيره. يعني اذا بتتذكروا الصاله الرياضيه كانت المسافه بين البريسنج 5 متر، 5 متر معناها احنا هون تقريبا. لو رحت بدي اصممها از فول بلاستيك، انا مجبر احط بريسنج تقريبا كل مترين ونص. فتخيلوا ايش كميه البريسنج شو بده يصير فيها اللي في الصاله الرياضيه لو احنا حطينا بريسنج كل مترين ونص او كل متر، بتصير تكلفه البريسنج كثير عاليه. فاحنا بنوازن بين تكلفه البريسنج في نفس الوقت بين الفائده اللي انا بدي احصلها من البريسنج. عشان هيك في الديزاين عاده احنا بنصمم هون، بوافق انه اخسر جزء من قوه المقطع مقابل ان انا اخفف من كميه البريسنج. فهي عباره عن الثلاث معادلات اللي موجودين عندي اللي بيعتمدوا على قيمة LP مقارنة مع LP مع قيمة L. بس لو ترجع على الرسمة شوي، عند منطقة الإلاستيك ليه كان عندي MR ما كانش عندي M yielding؟ إنه ليش 0.7 مش كل ال M yielding، المومنت yielding يعني.
الكود ليش عملها على 0.7 SX في FY مش على M مش على SX في FY صح؟ تمام. هلا اذا بده يجي يعملها بين الزد اكس وبين الاس اكس في اف واي فالمسافه بتطلع جدا صغيره، يعني بتطلع يا دوب نتف صغيره هون وبعديها بتدخل في الالاستيك لاترال تورشنال باكلينج. النقطه الثانيه في اللحظه اللي بيبدا فيها اللاترال تورشنال باكلينج فعليا المقطع جزء منه بصير في ييلدينج، فعشان هيك هو كبر المنطقه اللي هون عشان يضمن انه هون اكيد الاستيك. شو يعني تشبه لك اياها بالديزاين للكولمز. الديزاين للكولمز اذا بتتذكروا كان مقسمينهم لمنطقتين، المنطقه الاولى اسمها ان الاستيك باكلينج والمنطقه الثانيه اسمها الاستيك باكلينج صح؟ صح تمام. طيب ما هو احنا في جميع الاحوال ما حنوصل اف واي، من وين جبنا مصطلح ان الاستيك باكلينج؟ يعني هلا قوه المقطع في الكومبريشن في جميع الاحوال حيطلع ستريس اف سي ار اقل من اف واي، فمن وين اجى مصطلح انه ان الاستيك باكلينج يعني المادي ان الاستيك؟ هلا السبب زي ما حكيت لكم انه في عمليه الفيلير لما تصير حيصير عندي ييلدينج في بعض المناطق في السكشن، فعلى اساس انا اشتق هاي المعادله اللي هون وانا ضامن انه هاي المعادله الاستيك فقللنا القيمه ل 70% من الييلدينج عشان اكون متاكد انه هاي المنطقه اللي هون عباره عن منطقه الاستيك. هي بس فلسفه كود في عمليه اشتقاق المعادلات، كيف يضمن ان المعادلات اللي عنده عباره عن معادلات صحيحه. دكتور تمام. في القانون جي الجي اللي بالقانون جي جي في جي جي هلا جي هي عباره جي هي عباره عن الافكتيف بولر مومنت اوف انيرشا. هلا بس بالمصور انت جبت سيره الافكتيف انيرشا، يعني شو بيفرقوا عن بعض؟ البولر مومنت اوف انيرشا عباره عن اي اكس زائد اي واي، هذا اللي انتم اخذتوه ايام الاستاتكس. الافكتيف بولر مومنت اوف انيرشا عباره عن اي اكس بلس اي واي ماينس الاي اكس واي. فعشان اختصرها عليك اسهل الموضوع عليك، هي تقريبا بتمثل الانكلوز اريا لو انت عملت زي لوب داخل الاي سكشن. شو المساحه اللي انت حصرتها؟ تعرف لو انت عملت لوب داخل الاي سكشن المساحه اللي انت حصرتها مساحه جدا صغيره، صحيح. بالمقابل لو انت عملت لوب داخل هولو سكشن ريكتانجلر هولو سكشن فالمساحه اللي انت حصرتها بتكون كبيره. فعشان هيك في جزء من قوه المقطع في المومنت فشل بدي اخسره لما يكون المقطع مفتوح. دكتور المصطلح هو افكتيف بولر مومنت فشل، يعني مين بس هاي الفكره سكشن ولا الف بوكس سكشن؟ اكيد ان انا الف في الاي سكشن، مع انه لو انا جمعت الاي اكس زائد الاي واي ممكن يطلع معي قيم الاي سكشن جدا قريبين من البوكس سكشن، لكن انا بدي الافكتيف بولر مومنت اوف انيرشا اللي بيدخل فيها المساحه الافكتيف اللي فعليا بتشتغل في مقاومه التورشن. تمام تمام دكتور يعطيك العافيه. الله يمكن هاي تكون مرت معاكم في ميكانيكا المواد، يعني الاصل يا في ميكانيكا المواد يا في ستاتكس تكون غطيتوها لما حكيتوا عن الشير فلو. اوكي تمام. هلا بعد حكينا لما يكون المقطع بيتعرض لمومنت مش موزع عليه بالتساوي، فبالتالي في نقاط قادره انها تدافع عن المقطع قبل ما يصير في لاترال تورشنال باكلينج وتزيد من قوته. هذا عبرنا عنه بفاكتور عباره عن سي بي. حكينا قيمه سي بي بتزيد كل ما كان توزيع المومنت في فرقيه كبيره بين النقاط، وبتقل كل ما كان توزيع المومنت تقريبا متساوي على المقطع. يعني لو حسبنا سي بي على القطعه هاي ولو حسبنا سي بي على القطعه هاي فحيطلع للقطعه الصغيره اكبر من القطعه الكبيره. ليش؟ لانه القطعه الصغيره من بدايتها لنهايتها فيها تغير كبير، القطعه الكبيره في البدايه في تغير كبير بعدها التغير بصير يقل، فعشان هيك حيطلع مع قيمة سي بي لهي القطعة أكبر من قيمة سي بي لهي القطعة. وهذا القانون اللي احنا بنعوض عليه بالنسبة لقيم سي بي. بعد شوي صغير في سلايدز حورجيكم في بعض الرسمات الجاسم. وهي بالنسبة للتشيك للوكال باكلينج انه لازم تكون عندي جميع السكشنز كومباكت سكشنز عشان اضمن انه حتوصل فول بلاستيك. وفي الشير ديزاين اتفقنا الاعتماد الاساسي بيكون على نسبة ارتفاع المقطع على سماكة المقطع، ارتفاع الويب على سماكة الويب
هو اللي بحدد لي هل حيصير عندي شير باكلينج او ما حيصير شير باكلينج. واتفقنا انه احنا حنركز بشكل اساسي على سامبل كيس اللي ما فيها شير باكلينج. وهذا الاكزامبل اللي احنا غطيناه خلال محاضرتنا. خلينا هلا بدي انتقل على السلايد اللي كمان انا ارفقت لكم اياهم. وفي البداية خلينا بس اشوف اذا في حد عنده اي سؤال او اي استفسار. تمام دكتور. بس انا فكرة الانكلوز اريا ما فهمت انه تعمل اريا اي سكشن ولا هولو سكشن. كثير ممتاز. تمام هلا جبنا بوك سكشن اخذت خرسان اثنين اخذت خرسان. تمام اخذت مادة التورشن اللي في خرسان اثنين. مش فاهم. في مادة التورشن في خرسان اثنين اخذتها. تورشن؟ انت تذكر مصطلح كان اسمه الانكلوزد اريا اللي انت كنت تحط وتشوف اللي عبارة عن خط خلينا نحكي زي بيراميتر وتشوف المساحة المغلقة داخل هذا البيراميتر. لا والله مش متذكرها. اوكي يعني لو احنا جبنا بوكس سكشن عبارة عن سكشن مفرغ بوكس على شكل بوكس يعني سكوير هول سكشن او ريكتانجلر هول سكشن وحطينا خط اللي هو عبارة عن المحيط الخارجي فكم المساحة المحصورة داخل المحيط الخارجي؟ فعليا المساحة المحصورة داخل المحيط الخارجي هي عبارة عن العرض كامل في السماكة كاملة لو عفوا العرض كامل في الارتفاع كامل صح؟ مظبوط. في المقابل لو جبنا اي سكشن وشفنا المساحة المحصورة داخل المحيط حتطلع نفس مساحة الاي سكشن بدون اي زيادة. هذا عبارة عن اي سكشن مظبوط؟ اوكي. المساحة المحصورة داخل المحيط هي مساحة الفلانج ومساحة الويب ومساحة الفلانج وبكمل اللفة كلها صح؟ اوكي اوكي. تمام. البوكس سكشن المساحة المحصورة في البوكس سكشن هي مساحة مستطيل كاملة مش مساحة مش المساحة الحقيقية تبعت الحديد. حسب الفراغ مع مساحته. يعني 100% حنحسب الفراغ. اوكي. عشان هيك هي المساحة المحصورة هي اللي بتقاوم، ففي البوكس سكشن بتكون أضعاف ما هي عليه في الآي سكشن. هي باختصار في جميع المقاطع المفتوحة زي الآي سكشن والتي سكشن والأنجل سكشن بتكون قيمة جي صغيرة. في المقابل للمقاطع المسكرة مثل السيركولر سكشن أو البوكس سكشن أو الريكتانجلر هولو سكشن بتكون هاي القيم كبيرة. اوكي اوكي دكتور. تمام. اي استفسار ثاني؟ في حد عنده اي استفسار ثاني؟ تمام. خلينا هلا مع بعض نمشي في بعض السلايدز، حمشي على جزء منهم بشكل سريع. هاي عبارة عن مادة البيمز انا حكيت لكم اياها اللي هتشمل ديزاين الفلكشر والشير بالاضافة للديفليكشن واللوكال بوكل. هاي عبارة عن رسمة فريم، حاجة على هاي الرسمة ممكن تكون اوضح. اللي هو نفس الفريم اللي موجود في الصالة الرياضية. في عندنا الفريمز الرئيسيات. تفضل. هدول سلايدات الاولد؟ لا هدول السلايدز الجديد. اوف بيم ديشز اند اوف فريم اللي فيه فريم 100% فيهم الفريمز. اوكي. فانا عندي هاي الفريمز وهذا عباره عن كمان فريم وهذا عباره عن فريم اللي عباره عن يونت فريمز بتكون موجوده عندنا. واذا بتتذكروا في الصاله الرياضيه كانوا الفريمز الداخليات اكبر من الفريمز الخارجيه. هلا فوق الفريمز بيجي عندنا مصطلح اذا اجى البيم في نفس الليفل تبع الفريم يعني مش جالس فوقه في هاي الحاله بنسميه مصطلح الرافتر.
في المقابل إذا كان جالس فوقه بشكل علوي بنسميه مصطلح بيرلين. يعني هي حتكون يا رافتر إذا كان في نفس الليفل أو بتكون هي عبارة عن بيرلين إذا كانت جالس فوقه. تمام. وبكون في عندنا في نفس الوقت الكروسز اللي في السقف اللي إذا بتتذكروا كانوا على شكل كابلز. المسافة بين هاي النقطة اللي موجودة هون وهاي النقطة اللي موجودة هون هي عبارة عن الأمبرسلينج. نفس الحاجة بين هاي النقطة اللي موجودة هون وبين هاي النقطة اللي موجودة. فالأمبرسلينج هي عبارة عن المسافة اللي موجودة بين النقطتين بريسلينج. طبعا في عندنا الشبحات الخارجية هاي اللي كمان تستخدم عشان نعلق عليها مادة التغطية للجوانب. حرجع على هاي الرسمة لكن مع نهاية المحاضرة. هاي عبارة عن فريم بتفاصيل تانية. في هاي الحالة البيرلين سوري معمولة على شكل اي سيكشنز. اوكي. بالنسبة للتصميم زي ما حكينا في عنا احتمالين، إما اليلدينج اللي سميناه بلاستيك أو اللاترال تورشنال باكلينج، وكمان لازم نعمل تشيك على البكلينج والمقطع لازم يكون في تكون عبارة عن كونتاكت. هاي بعض السكشنز اللي احنا في العادة بنستخدمهم. أفضل البيمز وعبارة عن الاي شيب ممبرز وبدرجة أقل شوي صغيرة اللي عبارة عن سكوير أو الريكتانجولار هولو سكشنز. السبب إنه الكونكشنز اللي موجودين لهم بتكون أصعب شوي صغيرة. هلا هاي شرحناها واضح اذا بتتذكر قيمه المومنت والبلاستيك. فطلعت اليلدينج مومنت اذا بتتذكروا عباره عن اس اكس في اف واي، وطلعت قيمه البلاستيك مومنت عباره عن زد اكس في اف واي. وبعدها حكينا في مصطلح عندنا اللي هو الشيب فاكتور اللي هو عباره عن زد على اس، وكان قيمته للريكتانجلر سكشن 1.5. حكيت لكم تقريبا بتكون قيمته للاي سكشن 1.12% او 1.15%. للريكتانجلر هولو سكشن او سكوير هولو سكشن بتكون تقريبا بحدود ال 1.2%. وهي عباره عن رسمه بتبين ستريس ديستريبيوشن عند كل مرحله من المراحل. يعني لو اطلعنا مرحله A بنلاحظ انه احنا لساتنا مش مواصلين اليلدينج او عند اليلدينج بالضبط، فبالتالي بتكون لساتها إلاستيك. لو اطلعنا عند النقطه B جزء من المقطع صار فيه يلدينج والجزء الثاني من المقطع لسه ما صار فيه يلدينج. شوي يصير شوي يعني بحكي عن هاي المنطقه. لو اطلعنا على النقطة C فالمنطقة اللي داخل اليلدينج زادت وزادت. لو اطلعنا على النقطة D فالمنطقة اللي في اليلدينج زادت وزادت. فلاحظوا انه انا بحاجة لديفورميشن كثير كبير عشان اضمن انه كل المقطع صار في يلدينج اللي في مرحلة فول بلاك. هلا هاي بس كيف احنا بنحسب طياحة لمس لنصين متساويات في المساحة، وبعد قيمة زد إذا بتتذكروا فهي عبارة عن المساحة على 2 مضروب المساحة العلوية لغاية مركز المساحة السفلية. في اللحظة اللي أنا بوصل فيها للبلاستيك مومنت يتشكل مصطلح اسم بلاستيك هنج. شو معنى كلمة بلاستيك هنج؟ معناها هو عبارة عن نقطة، هاي النقطة وصلت لأعلى قيمة مومنت بتتحملها وبعدها فقط بتصير تعمل ديفورميشن، بتصير تعمل روتيشن. ممكن تعيد هاي دكتور؟